في بالك اللي الناس الكل عندها اغلى عمله في الكون ومتلفينها؟ اي نعم، مش نحكي على اليورو للدولار للبيتكوين، نحكي على الوقت. وهذا اللي عرفته من كتاب قيمه الزمن عند العلماء، كتاب حرفيا غير لي حياتي ونظرتي للوقت. الكتاب هذا فيه مقتطفات من سير بعض العلماء المسلمين. الفكره الرئيسيه نتاع الكتاب واللي تعاودت اكثر من مره هي انه الحياه هي الوقت، واذا كان فهمت واستوعبت الفكره هذه باش تبدا تشوف ضياع الوقت هو ضياع حياتك. سبحان الله، في وقتنا هذا مبهرين برشا بالالمان وشبابنا في التزامهم واحترامهم للوقت، لكن إذا كان تقرأ شوي على العلماء المسلمين مش تعرف اللي كانوا هاربين بيهم مراحل في الأمور هذه، وكانت ثمرة تثمين الوقت عندهم متمثلة في غزارة مؤلفاته. الكتاب قدم أمثلة كيما الإمام فخر الدين الرازي اللي ألف تقريب 200 كتاب وكلها في علوم دقيقة، وجابر بن حيان اللي كان ألف زادة 1500 كتاب، ومش مؤسس لعلم واحد، كان مؤسس لعلوم. هذا من اقتباسات من الكتاب لمقولات بعض العلماء المسلمين. قال حسن البصري رضي الله عنه: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. قال الصحابي جليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه ونقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. هذا هو المينسيت والعقلية اللي كانوا يعيشوا بها علماء الإسلام قبل. ليوجع في وقتنا تو من بعدنا ثقافة المطالعة، أنا حكيش عاد على التأليف والكتاب. كل ما تحس روحك ناجح في استثمار وقتك وجوك أحلى جو، أعمل طلع الكتاب هذا وتعرف اللي أنت في وقت وأهل العلم في وقت. هذا رأو إذا كان أنت إنسان حريص ومثابر. خلي عاد كان أنت إنسان تعدي في نهارك بين قهوة وفري فاير ومشتقاتهم من ملهيات العصر، باش تحس ببرشا ندم واحباط على الوقت المهدور في غير فائده. اخر حاجه نحب نقولها لك، جرب ادخل جوجل واكتب your life in weeks interactive، حل اوليا باش تلقى باج فيها مربعات فارغين، كل مربع منهم يمثل اسبوع من حياتك. تحط تاريخ ميلادك وباش يعطيك شنو تعدى من عمرك وقداش مازال. الطريقه هذه باش تزيد توضح لك انه حياتك محدوده وانه الوقت ثمين برشا، بل هو اثمن حاجه في الدنيا، وتساعدك تختار بعنايه كيفاش تعدي نهارك واسبوعك. تعديه باللي قوي في نقاشات فارغ ولا تتعلم حاجه تنفعك وتنفع المجتمع اللي عايش فيه.